السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، اليوم نطرق لكم واحد الموضوع ديال كيفية الاستحمام بماء الرقية، كيفية الرش عتبة المنازل، وكيفية الطهارة، وكيفية إبطال الموانع، وكيفية خروج الأرواح الدنيئة السيئة والطاقة السلبية من المنزل. هذا العمل لم يذكره أي راقي، وتحدى أي راقي أن يذكره في أي عمل أو أي فاقه أو شيخ. هذا موروث عن شيخ من الشيوخ القدماء، شيخ الزوايا من الأسرار، تأتي بسطل لونه أخضر. هذه ليست شعوذة، سيبدأ الموت على المعقبون، ويبدأوا الأذكياء والمبشرون بالجدد بالجنة وكذا 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 وكذا، وهناك ناس يحسبون نفسهم أنهم من الفرق الناجية، وكل الناس من الفرق الذاهبة للجحيم وكذا وكذا. لهذا استفيد وأصمت. إذا أعجبك المحتوى استفيد، ما أعجبك أخرج واذهب إلى حبيل سبيلك، لا ضر لا ضرار كما يقولون. المهم على بركة الله، هادشي تنوصلوا الناس المدروس يعني في الصمت، تأتي بالسطر الأخضر هكذا، ثم تحضر ماء الرقية. ماء الرقية مختوم عليه القرآن 14 مرة، هذا هو السر. القرآن يكون مختوم عليه 14 مرة. ثم تأتي بالملح، العرعار، سبع ورقات من السدر، القيس الهندي، الخزامة، الفيجل، ثم تقرأ عليه أسماء الحسنى مرة واحدة. إذا لم تكن أسماء الحسنى عارضها، ولا ما تكونش محافظة لها، ولا ليست محفوظة في عندك، يعني لا تتريب عليك، يعني يمكنك قراءتها من هكذا من الورقة. اللهم أسألك يا الله، يا رحمن، يا الله، يا رحيم، يا الله، يا ملك، دائما تبدأ بصيغة الجلالة، بصيغة الله هكذا، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا ملك، يا الله يا قدوس، يا الله يا سلام، يا الله مؤمن، يا الله مهيمن، يا جبار، يا الله متكبر، يا الله خالق، حتى تنتهي من قراءة أسماء الشريف والمباركة المقدسة 99 مرة، 99 اسم مرة واحدة. وتقوم برش ذلك الماء بعد ما عتبت المنازل، بالاستحمام به، بالرش في المنزل، الشرب منه، يعني في الأماكن الطاهرة. وسيكون هناك فتوحات وتيسير وشفاء وعلاج وراحة بإذن الله. ثم عند إتمام القراءة، تأتي بقنينة من ماء زهر وقنينة من ماء ورد، ترميهم، ثم توكل على الله، ولا تنسوا الاشتراك والدعم والبارتاج وإفادة الناس وإنقاذ الناس، والدال على الخير كفاعله، والله يسخره، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.